boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. That drops you. Run, boy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل، واليوم يا شباب عندنا مهمات الاسبوع الرابع من الموسم السابع. يلا نشوف المهمات سوا يا شباب. نروح على المهام، مهمات التحدي، ونروح على اول مهمة. نبدأ من المهمات الفضية او المجانية. يقولك اهبط على سطح اي مبنى في منطقة المدرسة 3 مرات. المدرسة كل احنا اللي عرفه، وراح نخليكم صورة المدرسة والخارطة على اليسار حتى تعرفوها للي ما يعرفها. تهبط عليها 3 مرات وراح تكمل وياك هذه المهمة. المهمة اللي بعدها يا شباب يقولك اقتل 5 أعداء باستعمال الكار. الكار يا شباب كل احنا نعرفه، بس هذه للناس اللي ما تعرف الكار. نروح على مخزون الاسلحة، قناصات، نخلي الكار. هذا هو الكار يا شباب. تقتل بيه 5 أعداء وراح تكمل وياك هذه المهمة. تريد تسويها بخارطة إيرنجل أو تقدر تسويها بأركيد، وهذا تدريب القناصات تقدر تسويها هنا وراح تكمل وياك هذه المهمة. المهمة اللي بعدها يا شباب، المهمة اللي بعدها يا شباب يقولك اقتل 20 عدوا باستعمال السكار. الاسكار كل احنا نعرفها، وكالعادة اللي ما يعرفها راح نخليها هذه الاسكار يا شباب. تقتل بيها 20 عدو وراح تكمل وياك هذه المهمة، مو شرط بجيم واحد. وتقدر تجي هنا تختار سيرفر ملعب بيه انت حتى يطلعوا لك هواي بوتات حتى تكمل وياك المهمة بسهولة وبسرعة. المهمة اللي بعدها يا شباب يقولك افتح 3 اسقاطات جوية. الاسقاطات الجوية يا شباب مثل كل مرة هي الدروبات. تفتح الدروبات وتكون انت اول شخص يفتح الدروب، لا صديقك ولا العدو، لازم تكون انت اول شخص يفتح الدروب. تفتح 3 دروبات وراح تكمل وياك هذه المهمة، مو شرط بمباراة واحدة. اقتل عدوا على مسافة 30 متر او اكثر باستخدام القنبلة اليدوية. هذه المهمة يا شباب تخلي على العدو او البوت انمي زهيد، او تقدر تنوكه تلعب سكواد او تلعب دو وتنوكه وتخلي عليه علامة انمي زهيد وهو نوك، وتشمر عليه القنبلة، تفنشه من القنبلة وراح تكمل وياك هذه المهمة. يطلب من عندك 2 مو شرط بجيم واحد. المهمة اللي بعدها يا شباب يقولك احصل على خوذة من مستوى 3 في 10 مباريات. خوذة مستوى 3 في 10 مباريات تقدر تكمل هذه المهمة. ما يصير تاخذ يعني الخوذة 2 او فتشي، كل جيم واحد نحسب لك مرة واحدة وراح تكمل هذه المهمة وياك. اوكي يا شباب خلصنا من المهمات الفضية والمجانية، وراح ننتقل للمهمات الذهبية للناس اللي شاحنة. اول مهمة يقول لك صل الى الفئة البلاتينية، الفئة البلاتينية او اعلى. هذه المهمة تكون دائما عندك كاملة، هذه الموسم مالتك دائما تكون عندك المهمة كاملة هذه البلاتينيوم. المهمة اللي بعد يا شباب نرجع نكمل وياكم المهمات. المهمة الثانية بال أربي الذهبية يقول لك اقتل عدوا، اقتل 5 أعداء باستعمال الاس 1897. هذا السلاح موجود يا شباب بكل المابات، وين ما تروح تلقاه مشمور، ودائما انت ما تحتاجه. هذا هو السلاح يا شباب، تقتل بيه 5 أعداء وراح تكمل وياك هذه المهمة. والله ده اصور. اوكي يا شباب نرجع المهام. يقول لك قم بقتل 2 من اللاعبين على الاقل من نفس الفرقة 2 في اي وضع. يقول لك اي وضع، دو او كلاسيك. يقول لك تقتل 2 عن الفريق العدو اللي مقابلك، تقتل من عنده 2 اقل شيء 2، تقتل من عنده اقل شيء 2 وراح تكمل وياك هذه المهمة. يعني السكواد اللي يجي عليك اقل شيء تقتل من عنده 2 وتكمل وياك هذه المهمة. المهمة الأخيرة يا شباب يقول لك اقتل عدوا من مسافة 200 متر 3 مرات. هذه المهمة يا شباب مثل ما قلت لكم بالمهمة قبلها، انه تنوك بوت او لاعب، بس هو اللاعب دائما مصير، نزل بنهاية الطيارة او غير السيرفر، نوك بوت وابتعد عنه 200 متر، خلي عليه انمي زهيد او خلي صديقك يم البوت وابتعد عنه 200 متر لحد ما يتفنش وراح تكمل وياك هذه المهمة.
اوكي يا شباب، اللي هنا انا وانتي شرحنا شرح المهمات الاسبوع الرابع من الموسم السابع. لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب وشاركوا المقطع ويا اصدقائكم. اشوفكم على خير. Run boy run, this world is not meant for you. Run boy run, they trust you.